لما نروح للسعودية مع الأستاذ علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياضي السعودية علشان نعرف منه بقى كل ما هو جديد يخص مباراة مصر والسعودية غدا في كأس العالم. أستاذ علي برحب بحضرتك على قناة الأهلي. تحياتي يا أستاذ عمر لحضرتك ولضيفك الأستاذ خالد ولكل عشاق وجماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي. استاذ علي طبعا يعني حضرتك خبره كبيره جدا جدا في مجال كره القدم وبالذات طبعا المجال السعودي، فاكيد حضرتك اكتر واحد هتكلمنا على مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه وتوقعات حضرتك ورؤيه حضرتك الفنيه الخاصه بالمباراه. بدايه يعني اتصور ان الفريقين كل سواء المنتخب المصري او المنتخب السعودي كلاهما عنده يعني هو بالنسبه له حظ ماء الوجه يكون في فوز بكره. تمام. المنتخب السعودي في تصوري لن يكون صيد سهل او لن يكون بالصوره المهزوزه اللي ظهر فيها في مباراه الافتتاح قدام روسيا. تمام. الامور اعتقد بداوا اداره المنتخب السعودي بدات تصل او تضع ايدها على مكامن الخطا او الاخطاء وبدات يمكن ظهر المعادله بشكل واضح في مباراه الاورجواي. مظبوط. المنتخب السعودي يمكن في تعديل واضح في التشكيله اللي لعبوا فيها. في ثلاث لاعبين لعبوا في مباراه الافتتاح اختفوا تماما في المباراه الاخيره بتاع الاورجواي، يمكن لو لاحظت الحارس المرمى طبعا عبد الله المعيوف وعمر هوساوي المدافع والمهاجم محمد السهلاوي. الثلاثه كان في حاله تأمنهم منهم وتم تبديلهم سريعا، يمكن ظهر الحارس الاساسي في المنتخب السعودي محمد العويز، في الدفاع استعانوا بلاعب اسمه احمد البليهي، في الهجوم علي البليهي، في الهجوم اعتقد انه بدا يعتمد بشكل اساسي على فهد المولد اللي ما لعبش المباراه الاولى واللي كان صاحب هدف التاهل للمونديال في اليابان. انا منتخب في مهمين جدا، اتمنى ان الاداره عندنا في المنتخب المصري او الجهاز الفني ينتبه لهم بشكل كبير. النقطه الاولى ان هو في تحفيز من خارج المساله الفنيه، يعني اتصور ان عندي معلومات ان في تم رصد مكافآت ضخمه كبيره جدا للاعبين في حاله الفوز بكره، يعني قد تصل الى مبالغ نصف مليون جنيه مثلا للاعب او نصف مليون ريال اقصد للاعب. الموضوع مش مرتبط لان فوز المنتخب السعودي بكره هيخبي حاجات كتير جدا هيقفل ملفات كتيره ممكن تتفتح، فلذلك من مصلحة إدارة المنتخب السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة علي العزت، من مصلحة الإدارة الرياضية بشكل عام إن يتم إنقاذ الموقف بفوز أوعى في أقل الأشياء بالنسبة لهم التعادل أمام المنتخب المصري اللي طبعا معروف فنيا وتكتيكيا معروف إن حظوظه أعلى، يعني كل اللي متابعين للمونديال أتصور إن الترشيحات تذهب في صالح المنتخب المصري. ازاي يا استاذ علي المنتخب المصري يقدر ان هو يفوز على منتخب السعوديه اللي حضرتك قلت اكيد مش هيكون صيد سهل واكيد كلنا تابعناه في مباراه روسيا خسر اكيد بنتيجه كبيره لكن تدارك بعض الاخطاء، لكن في اخطاء في خط دفاع المنتخب السعودي، كيف يفوز منتخب مصر على منتخب السعوديه من وجهه نظر حضرتك؟ بدايه خليني اقول لك مخاوفي الاول من حاجتين. تمام. الرقم الاول او الحاجه اللي طبعا المدرب المنتخب السعودي بيتزي انطونيو بيتزي من اهم المدربين في الارجنتين، واعتقد هما جابوه بعد فتره طويله كان عندهم مارفك اللي اهل المنتخب للمونديال وجابوا باوزا اللي هو كان مدرب قبل كده منتخب الارجنتين، فهم استقروا على مدرب بيجمع ما بين الخبره والشباب. اتصور ان الخطر قائم الكرات العرض، لان المنتخب السعودي اعتقد لو مدرب لم درس المنتخب المصري لاحظ ان خلال المباراتين اللي فاتت كل المشاكل عندنا بتحصل في الكرات العرضيه. مظبوط. واما الكور بتسقط ورا علي جبر ولا حجازي ولا بتبقى في المنطقه اللي هي بتشكل خطوره وبتشكل طرق كبير جدا لينا كمصريين، فاتصور ان اتصور شخصيا ومع خلال معرفتي المنتخب السعودي ان هيتم الدفع بلاعب جديد ما ظهرش في المباراتين الاولى بكره، هو اسمه مهند عسيري. مهند عسيري ده افضل ضارب راس في الكره السعوديه تقريبا، هو بيعتبروه في الفتره الاخيره خليفه ماجد عبد الله، لعب في بعض المباريات التجريبيه لكنه يعني الفرصه لم تسمح ان يتم الدفع دي في المباراه الاولى اللي لعب فيها محمد السهلاوي مكانه، وفي المباراه الثانيه برضه ما جاتش ظروف. اتصور ان الخطر لو لعب مهند عسيري ده لاعب موفق جدا
لاعب طويل القامة، لاعب ممكن يصطاد كرات عرضية، فده بالنسبة لي المخاوف الرئيسية. ازاي المنتخب، ارجع لسؤال حضرتك استاذ عمر، ازاي المنتخب المصري يفوز؟ المنتخب المصري يفوز فرصه اكبر بكتير. ليه؟ لان انت في المنتخب السعودي رغم حالة التماسك اللي تبدو على الدفاع، لكن المنتخب السعودي فيه مشاكل كتير جدا ما بين الدفاع والوسط. المنتخب السعودي بيقوده لاعب اسمه اسامة هوساوي، ده لاعب يعني من لاعب الخبرة ومن اكثر اللاعبين المقدرين، 34 سنة او 35 سنة، ما شاء الله عليه، لاعب اخلاقيا بحفظ الكرة الكريم وبره الملعب وداخل الملعب على درجة عالية جدا من الكفاءة. فده قائد محنك كبير اللي هو بيقود الدفاع وفي نفس الوقت بيقود المنتخب. اتصور المشكلة الاساسية في الترابط ما بين منطقة اللي هي قلب الدفاع والأظهرة. المنتخب السعودي بيعتمد بشكل كبير على ياسر الشهراني في الجانب الأيسر وعلى محمد البريك في اليمين. الاثنين بيتقدموا بشكل كبير، بيبقى فيه في ثغرات ممكن استثمارها. اتصور لو صلاح رجع وبقى في حالته الطبيعية اللي كان عليها قبل كده، يعني لو ما ظهرش متأثر في الإصابة، هيقدر كتير يستغل ثغرات موجودة في دفاع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي هجومه يميل اكتر، او خط وسطه يميل اكتر لانه يتقدم اكتر من انه يرجع لورا، يعني يميل الاداء الهجومي اكتر من ميله الاداء الدفاعي. عنده يحيى الشهري صانع العاب ولاعب يمكن من اللاعبين الاذكياء جدا في الكره السعوديه، عنده فهد المولد بيسموه قاطره او اسد يعني في اتحاد جده، لاعب بيعولوا عليه كتير جدا. اتصور ان الاشكاليه او النقطة برضو مهمة جدا، اللي هي حالة الارتباك اللي بتحصل أحيانا للدفاع، بتحصل بيعمل هزة كبيرة. يعني ده اللي حصل في مباراة روسيا، حصل اهتزاز في الدفاع، فبقى الموضوع سهل جدا الوصول. فلو نجح المنتخب المصري إنه أول نص ساعة أو أول ربع ساعة يجيب جون أو يستغل ثغرة أو يقدر يفرض شخصيته في الملعب، الموضوع هيبقى سهل جدا، لان لو جبت جون الموضوع هيسهل جدا جدا من البدايه. طبعا الـ 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 الاداره في السعوديه المسؤول، مساله التحفيز بيبقى احيانا سلاح ذو حدين. يعني انا لما اقول للاعب انت لو كتبت الماتش ده هتاخد نص مليون في غرفه في خلع الملابس مباشره، الموضوع ده قد يثير حماس اللاعب لاعلى درجه، لكن في نفس الوقت ممكن يعمل عليه ضغوط، ممكن يعمل عليه نوع من انواع الضغوط، ممكن يخليه بيفكر في بره الملعب. فهي المساله برضو هترتبط بالتوفيق في المباراه بكره، هترتبط بالطريقه اللي هيلعب بيها المنتخب المصري، هي اللي هتجبر السعوديه اذا كان ممكن تفتح الملعب او تلعب بشكل متحفظ بالطريقه دي. في تصور ده اللي ممكن يحصل يعني. طيب استاذ علي، كان خالد عامر ضيفي كان عايز يسال حضرتك سؤال خاص بمباراه مصر والسعوديه. استاذ علي ازي حضرتك؟ اولا برحب بحضرتك. الله يخليك يا استاذ علي. ربنا يخليك يا استاذ علي. هما سؤالين في عجاله جدا. اولا تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي واصابه في العضله الخلفيه في مباراه اورجواي الماضيه، مين يقدر يعوض غياب تيسير الجاسم؟ ده اولا. ثانيا المواقع التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء رواد المواقع التواصل الاجتماعي من ابناء السعوديه كلهم بيشتكوا او بينادوا انه المنتخب اختياراته من بعض الانديه او من نادي معين من غير ذكر اسماء، ولكن في نادي محدد كلهم بيقولوا لو ما لعبتش في النادي ده مش هتروح المنتخب السعودي. شايف الكلام ده ازاي؟ وهل بحكم متابعه حضرتك للاحداث هناك شايف انه كان في عناصر ممكن تنضم افضل من العناصر الموجوده، خاصه في خط الدفاع اللي الناس كلها متشككه في قدراته على القيام بادوارها في محفل عالمي زي كاس العالم؟ تمام. بالنسبه للسؤال الاول الخاص بتيسير الجاسم، تيسير الجاسم طبعا الاصابه تاثر عليه حسب المعلومات اللي اتقال انه ممكن تصل لست شهور، لكن وضح بشكل كبير ان المدرب بيعتمد على لاعب يعني عنده حوالي 24 سنه او 25 سنه اسمه حسين المجهوي، ده لعب بديل له في المباراه اللي فاتت واعتقد هو طبعا تابعناه. طبعا بالظبط. وحسين لاعب على درجه عاليه من النشاط والحماس والكفاءه، ومن اهم وابرز نجوم اهلي جده، فاتصور ان هو هيكون البديل بتاعه لانه هو بيقوم بدور اللي هو اللي بيسموه
لاعب ارتكاز بيسموه في الكره السعوديه لاعب ارتكاز، اللي هو بيبقى مايل اكتر للدفاع او بينسق الشغل الدفاع ومساله النقل من الدفاع للهجوم. ده بالنسبه للسؤال. واعتقد ان تاثير جاسم في تصوري الشخصي غيابه مش مؤثر كتير قوي، لان تاثير القائد الثاني للمنتخب السعودي طبعا اسامه هو القائد الاول، انه في الفتره اللي فاتت يعني دوره في المنتخب بقى اقل بكتير مما كان عليه. يعني هو حتى يمكن في اهل جده هو اخر سنه ليه هناك، هيرجع الاتفاق، هيرجع للنادي الاتفاق اللي بدا فيه. فرصه باعتباره حوالي 35 سنه او 36 سنه ما عادتش زي الاول، ما عادش بنفس القوه اللي كان عليها، فاتصور ان غيابه مش هيكون مؤثر قوي بالنسبه للمنتخب السعودي. بالنسبه للسؤال الثاني، مساله الانتقادات، ان يعني الموضوع مش سر، يعني هو بيتقال انه اغلب اللاعبين من نادي الهلال. اتصور ان الكلام ده بيتقال في كل مكان، يعني مش في السعوديه فقط، يعني برضه هنا ممكن تبص تلاقيه بيتكلموا في الاطار ده. لكن المجموعه دي هي نفسها اللي اهلت المنتخب السعودي لكاس العالم، المجموعه دي هي نفسها اللي كسبت اليابان 1-0 في جده في الملعب الجوهره. فاتصور ان المساله اختيارات اللاعبين دايما ما بقاش في شبه اتفاق عليها، يعني دايما بتخضع لوجهات النظر. ماشي، لكن في النهايه وجهه نظر المدرب او الجهاز الفني هي اللي لازم تحترم في النهايه. يعني صحيح في لاعبين كتير، لكن لا ننسى ان السنه اللي فاتت شهدت متغير كبير جدا في الكره السعوديه، انك بتلعب بسبع اجانب، فاضطريت تخفي مراكز كثيره جدا لم تعد موجوده بتلعب بنفس البريق. فالمساله بقى الكره السعوديه بقى اللعيبه الاجانب اللي بيظهروا اكتر بكتير من اللاعبين المحليين. المدرب جه لقى مجموعه ممكن تكون 30 لاعب بدا يختار منهم لغايه ما خلى ال 23 لاعب اللي كانوا اللي معاه في المونديال. اتصور انه مساله انه هو ساب لاعب، هو في لاعب مهم جدا طبعا، اهم لاعب مش موجود في التشكيله دلوقتي اللي هو نواف العابد. نواف العابد تمام، السنتين اللي فاتوا تقريبا هو اهم لاعب في الملاعب السعوديه كلها. لكن الاصابه يعني هو المساله، يمكن نواف العابد من 6 شهور تقريبا كان عنده مشكله في القلب بسيطه، بعد كده كان عنده مشكله مرضيه، فالموضوع خارج عن اطار التجهيز الفني، الموضوع له علاقه بالجاهزيه الطبيه. بخلاف نواف العابد في تصوري الشخصي هو خد الابرز والافضل. قد يكون هناك مثلا لاعب، يعني مثلا على سبيل المثال في لاعب اسمه محمد كنو، يمكن اللي بيلاحظه لاعب طويل جدا اسمر كده. اه طبعا. ده كان في السنه اللي فاتت كان بيعتبروه الهلال والنصر والاتحاد كانوا بيتنافسوا عليه، وكان بيعتبروه احسن لاعب وسط في المنتخب في الكره السعوديه. الجهاز الفني رضخ لمطالب الناس رغم انه ما كانش في حساباتهم وموجود، وحاليا يمكن شارك في المباراه الاخيره 10 دقائق وحاجات زي كده. لكن في النهايه في تصوري المجموعه الموجوده دلوقتي هي ابرز مجموعه موجوده في الكره السعوديه على مدار الاربع او خمس سنين اللي فاتت. قد يختلف البعض او قد يتفق، لكن في النهايه دي رؤيه جهاز فني. استاذ علي مسعود بشكرك شكرا جزيلا.